يواصل ليفربول ومانشستر سيتي صراعهما على قمة البريمير ليج، حينما تنطلق منافسات المرحلة 11 من الدوري الممتاز، ويخوض ليفربول مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام ضيفي أستون فيلا، ويسبقها لقاء مانشستر سيتي مع مضيفي برايتون. واستعاد الفريق الأحمر السعي لتحقيق اللقب الغائب عنه منذ موسم 2019-2020، الصدارة التي غابت عنه لمدة أسبوع واحد فقط، بعدما أصبح في جعبته 25 نقطة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الثاني. ويخوض ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة عقب انفراده بصدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا أيضاً، بعدما حقق فوزاً كبيراً برباعية نظيفة على ضيف باير ليفركوزن الألماني على ملعب أنفيلد. ويخطط النجم المصري محمد صلاح للتسجيل في لقائه الرابع على التوالي بالدوري، بعدما زار مرمى كل من تشيلسي وأرسنال وبرايتون في المباريات الثلاث الأخيرة بالمسابقة المحلية. ومن جانبه يسعى مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره والعودة للمسار الصحيح، حينما يحل ضيفاً على برايتون صاحب المركز الثامن في المسابقة برصيد 16 نقطة. ويلعب السيتي اللقاء بعد 4 أيام من خسارته المدوية ب4 أهداف لهدف أمام مضيف سبورتينغ لشبونة البرتغالي بدوري الأبطال، لتصبح هزيمته الثالثة على التوالي في جميع البطولات. ورغم صعوبة المهمة، يتسلح مانشستر سيتي بسجله الجيد ضد برايتون، لا سيما في السنوات الأخيرة، حيث حقق الفريق السماوي 11 فوزاً مقابل خسارة وتعادل خلال آخر 13 لقاء أقيم بينهما بجميع البطولات.